سلام المسيح دعاء. سلام المسيح أمنا. أمنا بس بدي أشهد للرب، أنا يمكن أكون هربت، خسرت كتير شغلات بسوريا، بس لما أجيت على لبنان كأنه شو هي الجنة أنا كنت عايشة فيها، على الأرض عايشني إياها الرب يسوع، شجر ونهر وبحر وفواكه ما بعرف شو هي. بيوم القصف كل أهل الضيعة طلعوا من الضيعة إلا أنا وبنتي، لأن ما بنعرف حدا، فكلنا معهم سيارات وطلعوا، ظليت أنا وبنتي لحالنا بالضيعة والقصف الصواريخ تجي بجانبنا، فأخذت بنتي ورحنا قعدنا بخيمة لزراعة البندورة وعم نصلي للرب يسوع، لأجت تاني يوم سيارة أخذتنا على بيروت. فأنا واثقة، عندي ثقة بإله معي، يا دعاء الرب يسوع حسين اسمها بس من العابرين، وأنا مثل ما وعدت الحلقات هاي للمسيحيين أو اللي عابرين للرب يسوع المسيح. دعاء حبيبتي هو الماكسيموم معنا 50 مليون لهي الحلقة، ورح تاخديهم معكم شخصين، وربنا يرتب وضعي وطمنيني عنك على طول. أنا بشكر ربي على أنه خلصني، هاي أهم شيء. وأنا كتير سعيدة بهالعروستين للمسيح اللي تم تخليصهم على إيدي وماشية معكم الدرب هيك لوقت مجيء الرب. ربنا يرتب حياتك، ورسل المسيح بيشوفوك هاليومين حبيبتي، وإذا ضل لازمك بالشهور الجاية كمان خبريهم. بشكر ربنا على البنت الرب اللي عم تشتغل على الأرض وتجيب نفوس لإله. بشكر أمنا اللي رح تساعدني بإني استأجر بيت وأمن حالي هالأجهزة شهرين ثلاثة. بشكر ربي على هالعطية الكاملة، هي أكبر عطية هي أمنا معك. احنا هلا وصلنا عند دعاء عم نسلمها مبلغ 50 مليون ليرة لبناني، لأن قيمة المساعدة اللي قدمتها أمنا ماجي هو 10 مليون، 20 مليون، 30 مليون، 40 مليون، 50 مليون. بشكر أمنا ماجي اللي وعدتني وقت ووصلتني المصاري اللي حاستأجر فيهم بيت وأمن حياتي أنا وبنتي. بشكر ربنا لأن عطايا ربنا كاملة وكبيرة وكتيرة، إحنا الغير المستحقين. بشكرك يا أبي كل لحظة وكل وقت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بإذنك يا أبي بمشيئتك أنت رح أصلي لك وبشكر هلأ وبعدين على البيت اللي رح أستأجره من المصاري اللي بعثته الأم ماجي وساعدتني فيه. بيدي الحب في جبل تعني، طبعت في صورتك، سكن السماء أعطيتني. بشكر الرب يسوع المسيح وبشكر أم ماجي كتير على اللي عملته معي. بشكر ربي إنه هاي الوزنة اسم ربنا رح تكون لإله، وبشكر أم ماجي هي اللي عم تلمزنا وصلتنا للرب وللحق وللإله الصح.